اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه انا بس بفتح التويتر عشان اشوف هو ده الكلام، هو ده الكلام، جمهوركم معاكم بقى خلاص نمره واحد على ترند، على ايجيبت ترندز يعني على مصر. ولسه ده الطبيعي يا جماعه، ده جمهور النادي الاهلي بالمناسبه. يعني انا كنت بتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه كانت الساعه 11، دلوقتي الساعه 12 الا ربع، في ساعه الا ربع تقريبا بقى نمره واحد بعد ما كان اربعه او خمسه. عشان كده بقول لحضراتكم كل ثقه، انا عندي احساس كبير جدا جدا بالتفاؤل خلال الفتره اللي جايه مهما كانت النتيجه. بالمناسبه مهما كانت النتيجه، وخدوا بالكم عايزين نكسب، وعايزين نكسب سته وخمسه، ولكن الامل ضعيف وليس امل كبير قوي، لا امل ضعيف. اللعيبه هتشتغل عليه، الجهاز الفني بالفعل هيشتغل عليه، بكره هيشتغلوا في مباراه الدوري عشان الثلاث نقط، ويوم السبت هيشتغلوا على ان هم يكسبوا بهذه النتيجه. لكن كل شيء عند ربنا، محدش عارف ايه اللي هيحصل. هنفضل دايما ورا النادي الاهلي، هنفضل دايما واقفين وراه، هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده الفرق بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني، وهو ده الفرق ما بين شعار النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي واي اسم نادي تاني. ما بنتهزش، نتهزش احنا خالص. عارفين ليه؟ عشان دايما عندنا بنبذل مجهود، وعندنا عمل حاجه اسمها كده شغل مؤسسي. انا معلش كل شويه هقول لكم الكلمه دي برضو لانها كلمه مهمه جدا جدا جدا. محدش بيشتغل فردي بالمناسبه يعني، لا الناس بتشتغل بشكل مؤسسي، ناس شغاله في الطايره، ناس شغاله هنا، ناس شغاله هنا، ناس شغاله هنا، تلاقي البطولات شغاله هنا والبطولات شغاله هنا وهنا وهنا، هي دي، هو ده العمل المؤسسي. وهو ده اللي بنفتخر بيه، وهو ده نجاح منظومه النادي الاهلي. طيب هنطلع نشوف بس دلوقتي اقرا بس شويه الحاجات اللي عندي النهارده بكره.